حصري. الناس فاكرة عماد حمدي الرومانسي بس، لا عماد حمدي الكوميدي. انت بتعمل ايه؟ كنت بحط ماما اطرف عليها. عماد حمدي السينما على فكرة في الاخر يعني قلت بأصلها معاه جدا. تحبي اصطاد لك السمك مقلي ولا مشوي؟ انا عارف ان سعادتك بذلت مجهود كبير وقصدك طيب، مصلحتي ومستقبلي. ان اول برنامج طبخ في تلفزيون مصر كان تقديم الشيف عماد حمدي. اذا عرفنا السر نقدر نداويه. تشاهدونه في الأوقات التالية.